اليوم سنبدأ بتصميم كرة سلة. معكم أنا المهندسة نجلة. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة ليوصلكم كل جديد. نفتح سكتش في المستوى فرونت بلين. نرسم دائرة من مركز الإحداثيات. نسمار دايمنشن نحدد بعد الدائرة 250 مليمتر. نرسم قطر الدائرة بشكل منقط. من تريم انتيتس نقص قوس. أصبح الشكل فولي ديفاين. إكزيت. من فيتشر نختار ريفولفت باس. نختار السماكة بمقدار 3 مليمتر. أوكي. نلاحظ القطع في الكرة. سنقوم الآن برسم مسارات الكرة. نفتح المستوى فرونت بلين. نورمال. نرسم القطع في المركز الأفقي. من سمارت دايمنشن نحدد أبعاد القطع. نرسم خط منقط من مركز الإحداثيات. إكزيت. من فيتشر نختار ريفولفت كات. نحدد الخط المنقط. أوكي. سنقوم الآن برسم المسارين الجانبيين. من فرونت بلين نفتح سكتش. نرسم خط منقط من منتصف الكرة. نحدد الخط المنقط مع مركز الكرة ميد بوينت. horizontal. نرسم دائرتين من نهاية الخط المنقط. نسمار دايمنشن نحدد الأبعاد. نحدد أبعاد الدائرتين 250 مليمتر. ونحدد البعد بين الدائرتين بمقدار 350 مليمتر. أصبح الشكل fully defined. من surface نختار split line للطباعة على السطوح ونحدد السطحين المرادين للطباعة. أوكي. نلاحظ الخطوط أصبحت مرسومة. لنقوم بحفر المسارات. من front plane نفتح sketch ونقوم برسم القطع على المسار الأول. نسمار دايمنشن نحدد أبعاد القطع. إكزيت. من سويبت كات نحدد المسار. أوكي. نكرر العملية للخط الثاني. نحدد المسار مع مركز القطع بيرس. أصبح الشكل مقيد. إكزيت. من سويبت كات نختار المسار. أوكي. بقي لدينا المسار الأفقي. من رايت بلين نفتح سكتش. نورمال. نرسم القطع من
نسمار دايمنشن، نحدد الأبعاد. نرسم خط منقط من مركز الكرة. Exit. من Revolved Cut نختار الخط المنقط. أوكي. أصبحت مسارات الكرة جاهزة بشكل كامل. نحدد مادة الكرة. من Appearances نختار بلاستيك، نختار Patterned، نختار بلو ديمبل بلاستيك. نحدد المادة واللون. نصغر حجم النتوءات. اوكي. سنقوم بتحديد المسارات. وأعطائها اللون الأسود. أوكي. أصبحت الكرة جاهزة. للكتابة على الكرة. من ريفرنس نختار بلين. نختار المستوي رايت بلين. وبعده عن الكرة 130 مليمتر. أوكي. نفتح سكتش. ونقوم برسم خط منقط. نكتب كلمة أديداس. من فونت نقوم بتكبير الخط ونقوم بتكبير حجم الخط. اوكي. اكزيت. من سيرفيس سبليت لاين نحدد الوجه لطباعة الكلمة. اوكي. أصبحت الكلمة مطبوعة على الكرة. سنقوم بتحديد حروف الكلمة واختيار اللون. أصبحت الكرة جاهزة بشكل كامل. إن شاء الله نكون فدناكم. لا تنسوا تتركوا تعليقاتكم بصندوق التعليقات، رح نكون معكم دائماً.